هاد الراجل اللي كتشوفو دابا حيد شعرو كامل ودار شعر من الذهب ومن الالماس، ويا ريت كون دار غير هادشي وحبس. لا عزيزي المشاهد، هاد السيد هذا دار شي حوايج اللي انا متاكد ما عمرك سمعتيهم في حياتك. قبل ما نعرفو علاش دار شعرو من الذهب والالماس وشنو الحوايج الاخرين اللي دارهم، اجي نعرفو اكثر شكون هاد خونا هذا. هاد السيد هذا كان كيدير موسيقى ديال الراب وما كانش كاين شي واحد كيسمع ليه ولا تيعبر ولا كيدافع، والفكره اللي جاته هو يدير شي حوايج اللي مختلفين باش يزيد يتعرف وتسمع الموسيقى ديالو اكثر. اول حاجه دارها هو لبس واحد السنسله واللي عامره النيت بالذهب الاخوه، ولكن شنو طرا؟ تا واحد ما دا فيه وتا واحد ما عبر ولا سمع الموسيقى ديالو. صافي في ديك اللحظه خونا فكر انه يدير شي حاجه اللي مسطيه بزاف واللي ما دارت حتى واحد باش يتابعوه الناس كثر. عرفتوا شنو دار؟ ركب ديك البياسات ديال الذهب في الدماغ ديالو. بغيت نعرف انا كيفاش صبر لهاد القضيه وكيفاش صبر ليها دابا باش يعيش معاها. عرفتي شحال ديال الذهب مخشي ليه في راسو؟ وبدا كيعلق فيهم سنسلات اللي من الذهب والالماس، وبدا كيصور كليبات بهذا الستيل الجديد ديالو. وفي راسكم هاد الروينه اللي دار في راسو وصلاتو لداك الشيء اللي كان باغي. تحولوا لي زابوني ديالو من 10000 ابوني لجوج ديال المليون لي زابوني. خونا ملي شاف المتابعين كيتزادوا بهذه الكميه كبيره وفي وقت قياسي، زاد طغى اكثر وحيد سنانه كاملين ودار سنان من الذهب. واش انت بعقلك؟ واش انت عندك شي مشكل عاطفي؟ دابا غتقول صافي دار سنان من الذهب راه ما بقى ليه ما يبدل، صافي راه كلشي ناضي. لا عزيزي المشاهد، دار عدسات في عينه اللي حتى هما من الذهب. انا بغيت نعرفو كيشوف الحياه دابا، تيشوفها صفراء كميه الذهب اللي داخل ليه في العظام ديالو. المشكله دابا اللي كاينه هو من بعد خرجوا اطباء بزاف اللي كينصحوا هذا السيد وتيقولوا له هذه الكميه ديال الذهب اللي داخله لك في دماغك واللي كتلبس واللي كثيره بزاف، قريبا او عاجلا راه غتسبب لك في التهابات اللي خطيره اللي ما يمكنش انك تخرج منها. اخونا ما كاينش هنا، خليوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم على هذا خونا هذا، وما تنساوش ديروا واحد الفولو واحد اللايك، ونشوفكم في الفيديوهات الجايه.